تقدمت قوات الأسد المدعومة برا وجوا من روسيا في مناطق جديدة في ريف حما الشمالي في إطار المساعي المتواصلة منذ نهاية نيسان الفائت للتوغل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا. العملية العسكرية المستمرة منذ 3 أشهر بدأتها قوات الأسد بدعم جوي روسي على محاور ريف حما الشمالي الغربي وريف اللاذقية، والتي أسفرت عن السيطرة على ما يقارب 22 قرية وبلدة أبرزها قلعة المضيق وكفرنبودة. لم تكن المعارك في المنطقة ذات طبيعة ميسرة للقوات المهاجمة مع استعادة المعارضة زمام الأمور من خلال إيقاف تقدم النظام وروسيا، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس الذي سيطرت من خلاله على تل ملح والجبين، متسببة بقطع طرق استراتيجية تصل بين غرف العمليات التي تقود من خلالها روسيا العمليات البرية في صقيلبية ومحردة. ورغم عدم تساوي كفتي القوى بين طرفي المواجهة في المعارك الدائرة بأرياف حما واللاذقية وإدب، فإن فصائل المعارضة فرضت التوازن في الميدان واستطاعت أن تكون نداً عنيداً لثاني أقوى دولة في العالم. التوازن شهد خللاً قبيل انعقاد الجلسة 13 من مباحثات أستانا نتيجة سيطرة النظام على تل ملح ومحيطها بعد معارك أدنى وصف لها بأنها تدميرية أطاحت بكل ما هو قائم في المنطقة. ومع انطلاق مباحثات أستانا بدأت هدنة مؤقتة استمرت لثلاثة أيام كانت الخروق عنوانها الرئيس، حيث لم يمنح النظام المعارضة فرصة للراحة أو ترتيب الصفوف، على عكس النظام الذي عمل على وضع اللمسات الأخيرة على خططه وتحضير قواته وتذخيرها قبيل الانطلاق نحو جولة جديدة من المواجهة التي بدأت منذ 5 من شهر آب الحالي بقصف جوي عنيف لكل خطوط المواجهة والإمداد. وأحدث ما حرر في المواجهات المتواصلة في ريف حما هو تقدم قوات الأسد وروسيا في قريتي 40 والزكاة، وتشير قراءة الخرائط إلى سعي القوات المهاجمة لتنفيذ سياستها المعتادة في تقطيع الأوصال والحصار للمناطق المستعصية، حيث التقدم في هذا المحور يساعد على قطع الطريق بين كفرزيتا واللطامنة اللتين تعدان من أبرز وأهم قلاع الدفاع لمناطق المعارضة. ومع الاشتباكات الدائرة في ريف حما، فقد عملت قوات الأسد وروسيا على فتح جبهات تشتيت إضافية، إحداها في تل الكبان المستعصية والثانية في ريف إدلب الشرقي في الجهة المقابلة لمطار أبو الظهور الذي وصلت إليه تعزيزات من قوات الأسد في الفترات الماضية.